كم بلاطة بعيش على بقعة من كيلو متر مربع؟ عدد السكان فيه حاليا من 33 ل 35 ألف نسمة، يعني احنا بنحكي على عدد كبير، البقعة صغيرة جدا. كل بيت بلاقي فيه أكثر من 20 فرد حاليا، وهذا عنا خلق ظروف سيئة وصعبة على الناس داخل المخيم. عدا عن الفقر اللي بعاني المخيم، بلاطة فقر مبدئ، فقر شديد كثير. اثنين، الكثافة السكانية خلقت لهم مشاكل أكثر. ثلاثة، عنا نسبة متعلمين كبيرة جدا، عنا نسبة جامعات خريجين جدا، ولكن للأسف بدون وظائف. الدور المتهالكة عنا الدور اللي غير صالحة للسكن، هذه خلقت لنا أمراض كثير وخلقت لنا مأساة داخل المخيم. واحنا كلجنة خدمات حقيقة بنقدر قدر الإمكان بنقدم مساعدة، لأن ميزانيتنا لا تكفي إنك تساعد هدول الناس بهالكم الكبير، لأن هاي بحاجة لميزانية الدولة. اول مشكله هي وجود المخيم، انه احنا اصلنا من قرانا ومدننا يعني المدن الاصليه، وموضوعين في قهرا وقصرا اصبحنا لاجئين في هذا المخيم، فهذا بسبب الاحتلال اول مشكله. نيجي نحكي للمشكله الثانيه اللي هي مساحه المخيم الضيقه، احنا بنحكي عن كيلومتر الا مربع اللي بسكن فيه ما يقارب 30 ألف، والعدد في ازدياد وفيش احصائيات واضحه، وفي هجره داخليه، وفي بعض الارقام بتوصل ل 40 ألف، يعني حسب معرفتنا انه في اكثر، ولكن حوالين المخيم ضواحي المخيم، ولكن تواجدهم بشكل يومي داخل المخيم. فاذا يعني لاحظتوا ازقه المخيم ممتلئه، في عندنا كثافه سكانيه عاليه، في نسبه بطاله عاليه، يعني اغلب الشباب ومنهم انا دون وظائف، خريجين جامعات، معنا صنعات، معنا هاد، في تشويه ضد المخيم بشكل معين، في يعني نظره لليوم مجتمعيه سيئه ضد المخيم، هي قلت عن قبل ولكن لساتها موجوده. مخيم بلاطه احنا بالنسبه لنا هو محطه انتظار لحين العوده الى ديارنا المقدسه. هيك يعني المخيم في وضع اقتصادي ممكن يكون صعب، الا انه هذا الوضع الاقتصادي الصعب والظروف الصعبه خلقت حاله نضاليه عاليه متقدمه، وان شاء الله يعني هالشعله المتقده ستبقى حتى العوده الى ديارنا في 48. اهتمام في المخيمات حقيقه، يعني المخيمات مش يعني نفسنا يجي وزراء يزور المخيمات عشان يشوفوا بس شو الوضع اللي بشوفه المخيمات. اذا شافوا الوضع انا متاكد كل واحد بيطلع من هنا راح يطالب بشيء المخيمات، مش راح يضل ساكت على الوضع اللي بصير في المخيمات. المخيمات اذا بدهم يدخلوها يجي يدخلوها هاي الفتره في الشتاء، يشوفوا البيوت، يشوفوا الناس تحت ايش بيناموا، تحت مزاريب، يشوفوا البيوت، يشوفوا الاطفال، يشوفوا العيش اللي بنعيشها، يشوفوا الفقر، يشوفوا الخريجين اللي عندنا مش ماخذين وظائف، يشوفوا الوضع المأساوي اللي بنعيشه. بنتمنى انهم يعطوا شويه انتباه بس لهي المخيمات اللي دائما بتغنوا فيها على التلفزيونات، بتغنوا فيها في المحافل الدوليه.